مرحبا بكم متابعو قناة تارو موزايك في فيديو جديد، أرجو أن يجدكم وأنتم في أحسن أحوالكم. في بداية أريد أن أشكركم على تعليقاتكم الجميلة، على حبكم ودعمكم لي، ولا أنسى أن أذكركم أيضا بمسابقة القناة لأكثر المتتبعين تفاعلا مع الفيديوهات بتعليقات باللايكات ومشاركتها مع الأحباب والأصحاب. نختار منهم اثنان في آخر الشهر ونمنحهم قراءة مجانية، قراءة خاصة مجانية. ونبدأ فيديو اليوم. فيديو اليوم خاص بكارما الزوج الخائن والساحر، وطلبتموه كثيرا. إذن لدينا مجموعتان، لا نريد أن نطيل. نبدأ مع الفيديو كارما الزوج الخائن والساحر، المجموعة الأولى بالسبحة البنية أو أول حرف من اسم هذا الشريك. المجموعة الثانية بالسبحة الزرقاء أو أول حرف من اسم شريككم التي تظهر هنا. يلا أترك لكم وقتا للاختيار قبل أن نبدأ. إذن نبدأ مع بركة الله، والذي نختار المجموعة الأولى السمحة البنية أو هذه الحروف. إذن كارما الزوج الخائن والساحر، يا ترى ما هي كارمته؟ كيف كانت حياتك معه؟ كيف كانت حياتك معه؟ وما هي كارمته؟ ونطلب الدعم والإرشاد الإلهي. يا حبيبي، من أول يعني بطاقة، هذا شخص خائن ربما جمع بينك وبين شخص آخر. هو للأكثر يعني ستكون موجهة للزوج الخائن، وتكون يعني الكلام موجه للمرأة، ولكن أيضا ينطبق على الزوج الخائنة، لذلك لن أضع التأنيث وغيره، ثم فهم كل واحد يسقط القصة على حياته الخاصة. يا إلهي، مهم هناك خيانة هنا مبدئيا. واو، سبحان الله، غير نقولوا كارما بطاقة غريبة تخرج، ونقول زوج خائن تخرج بطاقة، سبحان الله، والله لا تارو يسمع يسمع. هل نقول له شيء ويقولنا سمعا وطاعة؟ انتظر انتظر. حسنا، يلا. البعض منكم، هذا الزوج مر بفترة من الفترات بوعكة صحية، للبعض حدثت له كسور، للبعض الآخر وعكة صحية أخرى أدخلته المستشفى، وأنت وقفت معه راعيته واعتنيت به، ولكن لم يثمر فيه الخير والبذل الذي بذلته لأجله، وتخلى عنك في الأخير، ربما للبعض منكم طلقك، وللبعض منكم أيضا، لنعطيكم معلومة خاصة، للبعض منكم قد أتتكم إشارة لك وله، أعطاه الله سبحانه وتعالى ضربة أخرى ذائقة، سواء كانت مادية أو وعكة صحية. البعض حدث له حادث سيارة، يعني رأيت بعينيك، وهو رأى انتقام الله منه، ولكن القلب ميت، والحدس أعمى، إشارات كثيرة ولم يستفق من نومه العميق. شخص خبيث أناني مؤذي طماع لا يثمر فيه الخير، أي شيء تفعله لأجله كأنك تصب الماء في الرمال. شخص متسلط،
سليط اللسان ويتظاهر في الحب بالحب عندما يريد عندما تكون له حاجة. قلت لك أي شيء تفعله لأجله كأنك تصب المال ماء في الرمل لا يضمر فيه شيء، محض خيال في خيال. وعندما يريد شيئا منك مصلحة ما يظهر الطيبة والحب وأحيانا الرومانسية، ثم فجأة عندما يأخذ مصلحته منك ينقلب ضدك وينقلب عليك، وأنت تبقى في الدوت تبقى في الشك، هل يحبني أم لا؟ هناك أغنية تقول، هناك أغنية جزائرية تقول الله يحضرني الموسيقى، يا الله ماذا تقول أغنية؟ انتي سببي عيشتيني في الدوت، حي عليا كل يوم نحيا ونموت، طال الحال مبغاش عليا يفوت، هاراي هاراي بغيتي الكمال وقلتي لي صاي، وانا في حبك وحدي نباطاي. نرجع يلا رجوع. مهم بقيت أنت في الشك، هذا هو أساليبهم نرجسيين، أساليب نرجسيين، الحب ولا حب يقربك ويبعدك، وعندما تذوق حلاوة قربه، شوف هو كله تكتيك، مش حب والله، كل شيء تكتيك، كل شيء خطة، يخطط شخص مش عفوي أبدا، كل شيء عنده تخطيط، يخطط بالمعنى الحرفي للكلمة. عندما يقربك منه يعرف بأنه سيريك سيغدق عليك بالحب بالحنان، يذيقك حلاوة قربه لكي فيما بعد يبعدك وتعاني. شوفوا الدناءة، شوفوا الخساسة. كانت هناك انفصالات يبعدك، كانت هناك انفصالات مع هذا الشخص، وكان يرجع للبعض منكم بالكلام المعسول والوعود التي عمره ما وفى بها، يكذب ويكذب عليك لكي يرجعك وترجع على أمل أنه يتغير، ولا عمره تغير ولا عمره سيتغير، وكل الوعود التي وعدك بها عندما ترجع ترى أنها كانت سراب، وهذا الشخص كذاب. أنت تخاف على حياتك أن تضيع وبيتك ينهار، لهذا ترجع وتسامح وتتنازل، ولكن فقط أنت الوحيد الذي يتنازل، فقط أنت الوحيد الذي تريد إصلاح العلاقة، ولكن هو شخص فاسد لا إصلاح يرجى منه. ولا تحسبون أنه يعيش حياة سعيدة أو المظاهر التي يبديها لك أنه سعيد، مهتم بنفسه أو بشكله، هو شخص عاشق لنفسه، يهتم كثيرا بشكله وهندامه سواء كان رجلا أو امرأة. لا يغرنكم المظاهر، دائما أقولها لكم، لا تنخدعوا بما ترون، لأن الحقيقة غير ذلك تماما، هو يمر بمشاكل كثيرة وديون وضائقة مادية، وهذا الشخص كثيرا ما كان يقول لك أنك لا تستطيع أن تعيش بدونه، استضعفك كثيرا، استضعفك، استقوى عليك، ويرى أنك لا تستطيع أن تفعل شيئا بدونه، قد ملككم وقد ارتاح أنكم له، يعني ضمنك كما نقول ضمنك، ويقول أنك أبدا لن تبتعد عنه، ومن ملك شيئا أهانه، عند الخبثاء وأصحاب النفوس الوضيعة كل شيء يملكونه لا يعرفون قيمته ويهينونه. فمهمتكم أن تقووا أنفسكم وتثبتون له أنكم لستم ملك يمينه، أنكم أحرار وتستطيعون التخلي عنه، تستطيعون الابتعاد عنه، تستطيعون، وهذا أهم، أن تقولوا لا لا لا، يعني ليس هو الذي لا يريدكم، أنتم الذين ترفضون، يجب أن يعرف هذا ويشعر به، لأنه خائن ومتعدد علاقات. هناك امرأة أخرى، لأن من بعض منكم قد جمع بينك وبين شخص آخر، لم يطلقك، ابتعد عنك، ربما انفصل عنك بدون طلاق، والبعض هناك طلق وتزوج من شخص آخر، للبعض ليس هناك زواج لكن هناك علاقة ثلاثية.
يعني يجب أن تتعلم، دائما نقولها لكم، يجب أن تقوى أنفسكم، يجب أن تقوى أنفسكم حتى لا تبنوا عنده الإيجو. هو عنده إيجو عالي جدا وأنتم تكبروا هذا الإيجو عنده. يقول هو الذي تخلص منكم، هو الذي يرفضكم وليس أنتم، أثبتوا له العكس، كونوا أقوياء. هؤلاء يخافون من الأقوياء ويستقوون على الضعفاء، أظهروا لهم قوتكم وأنه مش فارق معكم، وسترون كيف سيركض خلفكم. كونوا أقوياء، قووا أنفسكم بالعلم بالعمل، قووا شخصيتكم، هذا هو استثماركم. والله أنا أنصحكم كأبنائي كبناتي كإخواني كأخواتي، هذه النصيحة من القلب، نصيحة اللي تبكيك ولا تفرحك، واللي تكون صعبة عليك. قوي نفسك، قوي نفسك، ولا يقولها لك غير اللي يبغيك. نعطيك نصيحة هذه صعبة ولكن والله هي مفتاح الفرج. قوة، أن تكون قوي، كل الناس تركض خلفك، مش فقط الزوج، كل الناس تركض خلفك، لأنهم كل الناس، مش كل الناس يعني، هناك وضيعوا النفس يستقوى على الضعفاء. فكن قوي، كن قوي. سنخرج بعض البطاقات على الكارما لنرى. ولست أنا التي أقول قوي نفسك، حتى البطاقة تقول لك. راهي سترانث، قوة خرجت بعد الجرح. طيب جرحك، خانك، تخلى عنك، خلاص قف، تكف عن البكاء على الأطلال، خلاص خانك، ما يستاهلكش حب الذات. دايما نقول لكم حب الذات، الذي لا يحب نفسه لا يحبه أحد. والله تعبت وانا اقول هالكلام، نبت على لساني الحشيش، نبت على لساني الحشيش. والله لا اعرف، هذه مصطلح مغربي او لست ادري او جزائري، نبت على لساني الحشيش وانا اقول العشب. العشب، العشب ليس الحشيش. اوه ماي جاد، نرى استقوى عليك، استضعفك وخانك وطعنك ويعود ويطعنك، لأنه يقول هذا لن يفعل شيء، تسمحت له بذلك يعني سامحني. خليني أقول لك الكارما للبعض، هناك من سيكون له مشاكل في المحكمة، مشاكل مادية مع أشخاص توصله إلى المحكمة والسجن، البعض مشاكل مع الضرائب. أنت بعثت له طاقة سلبية، طاقة المظلوم، طاقة المظلمة، وهذه الطاقة تحيط به، لهذا قلت لا يغرنكم منظره كأنه سعيد ويعيش حياته. ها؟ لأنه هو لا يحب أن يظهر ضعيف، لأنه ظالم، يحب دائما يكون قوي، ويقول الناس أنه هو بخير، لأنه إيجو. ولكن السلبية تحيط به من كل جانب، وهو في حقيقته ليس لديه الفرح، والفرحة فقدها في الحياة، عنده أرق وصعوبة في النوم، عنده سواد في الصدر من الألم النفسي، من المشاكل التي يعاني منها، ظلام، ظلام في الصدر، ظلام. يعاني هذا الشخص من مرض السكري أو سيعاني منه، عنده صدمة في حياته، هذه الصدمة ستجعله يمرض مرضا مزمنا ويضعف، وتتراجع صحته، وستصلكم أخباره بأنه، الأخبار التي تقول للبعض بأنه باع بعض ممتلكاته، ربما سيارة، هذا الشيء الذي يظهر، سيارة كان سيمشي على قدميه، شيء ما ممتلكة تعرفها وسيبيعها، يعني واضحة، لا يخفيها، لا يخفيها، لا يستطيع أن يخفيها. وأن ترى بعينيك بالتدني مستواه الاقتصادي، كان في مستوى وصار في مستوى أدنى، وهذا سترونه بأعينكم. البعض منكم سترون تدهور صحته، الناس يرونه ويقولون ما به هذا الشخص،
لماذا صار هكذا؟ لماذا صار شكله هكذا؟ ما هذا المرض الذي أصيب به حتى صار بهذا الشكل؟ يعني صار نحيف جدا للبعض، حتى وجهه يمتلئ بالتجاعيد، وكأنه صار طاعن في السن، كأن الزمن حفر في وجهه أخاذيذ، ولكن ليس الزمن الذي حفر هذه الأخاذيذ، وإنما الكارما. لو يقول للناس عمره الحقيقي يستغربون، وللبعض سيعود إليكم، حذاري أن يحن قلبكم عليه، خذوا قرار لا للعودة للرجعة، لأن وضاعت النفس ما منها شفاء، داء ليس له دواء. هذا الشخص يأخذ معه وضاعة نفسه حتى قبره، يعني لا يخدعكم ويقول لكم هو يعيش، وأيضا قل لا يخدعكم ويقول لك أنه يعيش مع الطرف الثالث سعيد، وقد أسعد الطرف الثالث. لو كنتم تفكرون فقط بعقل ستعرفون مستحيل يكون سعيد مع الطرف الثالث. لو كان قادر على إسعاد أحد لأسعدكم أنتم بالأول، ولكن سيتعامل بخباثته وسوء نيته وأخلاقه معكم ومع غيركم، وبالعكس. لو أنتم طيبين الطرف الثالث ليس طيب، لا 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 لا، قال لك طنجرة ولقى تغطاها، وافق شن طبق. أيوة المثل الشعبي، طنجرة ولقى تغطاها، يقابله المثل العربي وافق شن طبق. قلت لكم اللهم اضرب الظالمين بالظالمين، والطيور على أشكالها تقع. أريدكم أن تقر عينا وأن تهدأ نفسا بأن والله إنه يعيش حياة ضنكا، وستزيد ضناكة مع مرور الوقت، أكثر وأكثر مع مرور الوقت، وأنتم احتسبوا عند الله، والله سيفرج عليكم ويجعل لكم مخرجا ويعوضكم خيرا. قولوا اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، والله مستجيب دعائك، والله معك دائما. ولكن ثقوا ثقوا، كان عندكم الثقة ثقة والتأكد بأن الله سبحانه وتعالى لا يترككم أبدا. لنرى هنا الأبراج، هناك برج السرطان، برج الجوزاء، برج الأسد، برج الجوزاء مرتين، وهنا العذراء، هنا العذراء والجدي والدلو. هذه هي الأبراج الموجودة معنا. ملائكة، نقول لكم ملائكة ما تقول لكم، لازم لمسة الملك، لازم مسكت لمسة الملكة. تخافايي يا سون كونت، يا صاحبي يا صاحبي، قلت لك يجب أن تقوي نفسك، وقوة قوة مادية، القوة المادية، استقلال مادي. قالت لك بأنك سبحان الله، إنها تريد أن تبشركم، الملائكة تريد أن تبشركم بأنكم عندكم روح المقاول، أنك تكون مقاول في فوتخ دومان، وهذا المجال يجيب لك الكثير من الوفرة. مقاولة، ربما أنتم عندكم تحبوا المقاول، أو هذا الجاه أو هذا الدومين، أو عندكم حاجة هكا في التجارة ربما، يعني حتى ولو وجدتوا نفسكم أنكم ولا شيء الآن، تقول لك الملاك طور نفسك، تعلم حاجة أنت تحبها، تعلم هذه الحاجة التي تحبها، وهذا الشيء الذي تحبه سيدر عليك الأموال. نقول لك هذا هو الحل، حل قوتك أنها تكون قوة اقتصادية. سبحان الله، لم أنا ليس أنا من قلت. لنرى الماسترات أيضا ماذا ستقول لك. تقول لك أيضا إيمان، يجب أن تكون عندك إيمان. تقول لك take a risk and put your heart's true desire into action. تقول لك بأنك يجب أن تركب المغامرة، يجب أن تأخذ ريسك، يعني الخطر، أن تخاطر، لا مش تخاطر، تغامر في شيء ما، في عمل ما، دائما عندها علاقة بالعمل، في عمل تغامر في عمل، تروح الحاجة، يعني تقول لك لا تخاطر في هذا، ولكن أنت عندك حاجة تحبها، شيء ما، عندك موهبة أو شيء ما، هواية أو شيء تحبه،
يجب حتى ولو قالوا لك الناس سلبيين حولك، لا لا تفعل هذا، فيه الكثير من المخاطرة، ستخسر وستفعل وما أدري ماذا. أقول لك يجب أن تأخذ هذه المخاطرة، يجب، وتجعل ما تريده فعلا في العمل، في الأكشن، يعني تقوم به وتجعله عملك، وسترى سيجر لك الكثير من الأموال. شوفي هذه البطاقة وهذه البطاقة متشابهتان جدا. ماذا تريد أنت؟ سواء شيء ما تحبه، شيء تريده، تريده بشدة، تريده بشدة. هذه قد يكون في عمل ما أو هواية ما، قد يكون في الحياة شيئا ما تريده بشدة في الحياة. تقول لك لا تخف، حتى لو قالوا لك الآخر فيها خطورة لا تخف، الله معك وستنجح، ستكون فيه النجاح هذا. إذا نصل إلى نهاية هذه قراءة المجموعة الأولى، أرجو أن تكون قد نالت إعجابكم وأجابتكم على أسئلتكم وأعطتكم بعض الإيضاحات، ونذهب معا إلى المجموعة الثانية. مرحبا بكم أصحاب المجموعة الثانية الذين اختاروا السبحة الزرقاء أو أول حرف من هذه الحروف. إذا كارما الزوج الخائن والساحر، لنبدأ على بركة الله، نطلب الدعم والعون الإلهي. إذا كنت مصرا يلا تعالى. لا لا، في هذه المجموعة الذي أثر على حياتك ليس فقط الزوج، ننتبه لهذه الكينكس يظهر هنايا، هناك سحر، ظهرت لك النجمة، تشافي، تفائل بالنجمة، والنجمة عندما تظهر تقول لك بلي شيء كاين، هنا شيء ما وهناك شفاء الشيء هذا. لا فوالا، قلت لك سحر، ها راه خرج لك هنا السحر، فيه سحر. واو، انتبه هاد الأوراق. نعم، هذا الشخص الأمور حاليا كلها ملخبطة، مقلوبة رأسا على عقب. هو يحس نفسه مقلوب رأسا على عقب، كالمعاقب، معاقب، معلق، ولا يستطيع أن يفعل أي شيء، ولا يستطيع أن يحل مشاكله. هذا الشخص مبدئيا سيصاب بالفقر، مناش في الكارما، ولكن للبعض منكم هذا الشخص قد سرق أموالكم، وربما هذه الأموال أنت أعطيته إياها بمحض إرادتك بعدما طلبها منك، وهو مجرد كاذب ينوي الشر، ينوي أن يسرقك. وما زال البعض عن منكم ما زال عندك الخير، ويرجع دائما ويطلب منك المزيد. البعض منكم أمه وأخته كان سبب طلاقك، هو أصلا خبيث وظالم ومستقوي عليك. أمه وأخته ربما حتى هم دخلوا معه، يعني دمروك بالأسحار، أمرضوك. أمه قاسية جدا، مسحارة ومؤذية، عملت لك سحر التفريق ووقف الحال حتى وأنت بعيدة أو أنت بعيد. تريد أن توقف حالك ولا تتقدم خطوة إلى الأمام، دائما إلى الوراء إلى الوراء، ولكن لا تخف، ما أراده لك هو تماما ما سيحصلون عليه، وحبة مسك فوقها، البونوس موجود، بالعكس أكثر وأكثر وأضعاف مضاعفة. هنا ناس في كارما، ولكن والله ظهر الكارما هنا. واو، هاد الأشخاص ابتلوا بسواد الوجه، سويداد الوجه، حتى لو كانوا ذوي البشرة بيضاء
السواد سواد أعمالهم وأعماقهم الكادحة المظلمة، سواد كالح. هل يوجد سواد كالح في اللغة العربية؟ مهم، أعماقهم مظلمة ترتع فيها الخفافيش التي تنخرهم من الداخل، وسيبدون لك من الخارج كالهيكل، كهف فقط. أنتم تشعرون بأنكم مقيدون، انظروا طاقة السحر يعني قيدتكم، طاقة سلبية عليكم، طاقة سلبية من طاقة السحر، فعليكم بالتحصين وفك هذا السحر. لقوا أنفسكم بأنفسكم، لا تشربوا الماء إلا ماء مرقي بسورة الفاتحة والمعوذتين وقل والله أحد وآية الكرسي وآيات الشفاء. تجدون آيات الشفاء، تبحثون عليها في جوجل، آيات الشفاء، اقرأوها على الماء. ولا تشربوه إلا الماء المرقي، دائما اشربوا الماء، ما تشربوش ماء عادي، دائما ماء مرقي. عندما مثلا قارورة تريد أن تنتهي القارورة، بقى فيها قليل من الماء، املأوها من جديد واشربوه بنية التشافي. وأيضا هذا الماء امسحوا به على وجوهكم وعلى صدوركم وعلى قلبك. أحيانا تستيقظون من الليل مفزوعون متألمون، حرارة شديدة في الصدر، ما شيء ما يغلي في صدركم، امسحوا عليه بالماء المرقي. الماء المرقي دائما خلوه عندكم بقرب منكم. عندما تستيقظون في الليل اشربوا الماء المرقي وامسحوا عليه على قلبك ووجهك. الله يجعل الشفاء والتعافي إن شاء الله من كل أذى وألم وسحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى. خلي دائما ثقتك في الله وقوتك من الله، والله سينصرك. وحتى الذين هم غير مسلمين يتابعونني أن من كل الأديان، الماء المرقي من الكتاب المقدس، آيات الشفاء من الكتاب المقدس، آيات فيها بركة من الكتاب المقدس. هذا الشخص سحار، قد يكون حتى هو معهم في السحر. بعد طلاقك حاول تشويه سمعتك ويبرر للآخر لكي يبرر للآخرين فصاله عنك، ولكن الله سينصرك ويرجع لك حقك. لنرى البيضات لنرى نرى ماذا تقول لنا. حتى هنا كاين علاقة ثلاثية، البعض منكم ما زلت مرتبط بهذا، يعني ما زلت تحب هذا الشخص رغم كل ما فعله. غير متعود خرج لنا هنا. هناك تشافي، قلت، من الطاقات السلبية، من الأمراض التي تشعر بها، أي ألم، أي أذى حتى النفسي، فيه الشفاء، هناك شفاء. ربما هذه البطاقة تدعوك إلى أن يعني هناك شفاء، وأيضا تدعوك لأن تذهب وتشفي نفسك، يعني لا تبقى مكتوف الأيدي. ستدور الدائرة، لا غتون دائرة السوء تحيط بهم من كل جانب. ستدور الدائرة وينقلب الحال. هؤلاء الذين استقووا عليك سيستضعفون، ومن شتت شملك سيشتت شمله، وسيصاب في صحته وفي عيونه. يا الله الله. البعض كان هذا دعاؤكم أن تخونه الصحة ويمرض ويعتل في الكثير من أعضائه، ودعاؤكم كان أن تسترجعوا حقكم من صحته ومن عيونه. يا الله، يا لها من دعوة. تسترجعون الدين الغليظ الذي لك عندهم من صحتهم ومن عيونهم، هذا ودعاؤكم. بعد دينكم تأخذوا من صحتهم ومن عيونهم، هذا كان دعائك. فهناك أمراض العيون وعامة،
هنا كوليسترول، تشمع الكبد وغسيل الكلى. هذا الزوج سينهار بسببك وسبب كل هذه الأمراض والعلل، وتسترجع حقك من كل من ظلموك. البعض هنا أخذ أموالك، سرق أموالك، وأنت تدعو عليه ليلا نهارا سرا جهارا. تدعو عليه أن تلك الأموال التي أخذها منك يصرفها على الأطباء، البعض منكم يصرفها على الأطباء وفي شراء الأدوية. وتقول في دعائك، تدعو تقول أن هذه الأموال التي سرقها منك يشتريها كفن وقبر من شدة القهر الذين تشعر به والمرارة التي تشعرون بها. شربكم المر، والبعض بأموالكم ذهب وتزوج من شخص آخر. البعض أنتم ساعدتموه بأموالكم لكي يقف على رجليه، ثم تخلص منكم، ابتعد عنكم وتخلى عن العائلة. هناك في التفرقة بينك وبين أبنائك وبين طفلك أو أطفالك، وقد ملأوا هذه الأطفال، البعض منكم ملأوا أطفالك عليك، حردوا أطفالك عليك. اللهم كما أراكم قدرته عليكم يريه الله قدرته عليه، ويسلط عليه من لا يخاف الله ولا يخشاه. اللهم اضرب الظالمين بالظالمين. الله عندما يريد أن ينتقم من شخص يبعث له الظالمين وليس ناسا طيبين، شخص لا يخاف الله ولا يخشاه. الله يبعدهم عليكم إن شاء الله، نسلطهم عليه. قولوا آمين. قد يكون هذا الشخص قد فقد أحد من أفراد عائلته أو شخص عزيز عليه مؤخرا، أو سيفقد هذا الشخص. قلت لكم السحارة والطارق بينهم بين المشعوذ مداسة فريكونت، طريق مداسة معبدة، يعني رايح جاي رايح جاي. بكك كثيرا هذا الشخص، قهرك وظلمك وأذلك. البعض هو الزوج الظالم وأمه وأخته، يعني تآمروا عليك، تكاثفوا عليك واستقوا عليك. ولكن الكارما، الدعاء الذي دعوتم، هناك أدعية غريبة في هذه المجموعة، أدعية قوية قوية جدا، يعني مخصصة. واو، دعاء غريب وقوي وصعب جدا جدا، ودعاء مستجاب. دعاء الظالم ليس، دعاء المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب. وهنا أيضا العوض، الكارما حتى لك أنت متمثلة في التعويض، كارما التعويض الإلهي، تعويض الكارما لك. ستنعم براحة البال والطمأنينة، وحياة هادئة، أخيرا حياة هادئة وهانئة، محاط بأشخاص محبين ويريدون لك الخير. العوض العظيم قادم لك، وعندك شخص يساعدك في أخذ حقك من هذا الظالم وهذه الظلمة، وفي التعويض الإلهي أيضا. سأقول لكم الأبراج، ها هنا عندنا برج الثور، برج الأسد، برج الدلو، نعم، ودر عذراء، والدلو مرتين، الدلو ظهر مرتين. لا انتهى. لنرى رسالة الملائكة لكم أحبائي أصحاب المجموعة الثانية. قالت لك تحل بالإيمان، vos prières sont exaucées. سبحان الله، واو. قلت لكم باللي أدعية صعبة 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 ولكنها مستجابة، وهي قالت لك نعم، قالت لك دعائك وصلواتك مستجابة. كن متفائل بأن كل شيء سيتحقق، كل ما أردته سيتحقق. يسوي فوتر كيد انتيريور، واتبع دليلك الداخلي، حدسك، دليلك الداخلي، عندنا دليل داخلي، اتبعه. ربما دليلك الداخلي هو الذي جعلك تختار هذه الأدعية بالتحديد. مهم تقول لك أدعيتك مستجابة.
يعني هذه قد قفزت. And thy love، ربما هذا داخل في التعويض، الحب الذي لا ينتهي. Love you have shared is eternal regardless of the situation. تقول لك الحب الذي شاركته مع الآخرين حب لا نهاية له، أبدي مهما تكون، مهما تكون، حتى مهما تكون الظروف التي تمر بها، مهما تكون المواقف الصعبة التي تمر بها، مهما تكون محاط بأشخاص سلبيين وسيئين منا، هذا الحب الذي تشاركه، شاركته مع الآخر، مع هذا الشخص، مع الناس، أنت شخص محب تبدو مع هذه البطاقة، تقول لك بأنك شخص محب وقدمت الحب وعطيت الحب، لا تخف، حبك لا ينتهي، لا ينتهي، أنت دائما محاط بهذا الحب، لأنه ذبذبات الحب التي تخرج تحيط بك أنت قبل أن تصل إلى الأطراف الأخرى، فأنت أحببت حبك كان لا نهائي، كان أبدي، كان قوي، فهو يحيط بك دائما، وهذا الحب هو درع. شوف أحيطك الحب، شوفوا لأعطيكم يعني بالله، الحب أعطيك كل شيء في هذه البطاقة. ماذا تريد أن تقول بطاقة؟ الحب الذي يحيط بك هو طاقة شفاء، الحب طاقة شفاء. كنت عندي واحد مقولة أقولها دائما، بأن المريض لا يشفى، لا يشفى المريض بالأدوية، يشفى المريض بالحب والحنان، شفاء. الحب شفاء والحب دواء، وأنت قبل أن ترسل هذا الطاقة الحب، قبل أن تصل إلى الآخرين، تبقى تحيط بك بذبذباتك لهذا الحاسد، الحاسد والغيار، قبل أن تصل طاقة سلبية للشخص الآخر تبقى فيه هو، فهو يتأذى قبل أن يتأذى الشخص الآخر، فهي طاقة، قلت لكم ذبذبات وطاقة موجودة، فأنت طاقة الحب تحيط بك، تشفيك، شفاء، سبحان الله، دخلت لك هنا دستار، معناه الشفاء موجود، أنت تسبب في هذا الشفاء، اسعى إليه وهو موجود already في طاقتك موجود، فأنت طاقة الحب تعطيك الشفاء، تعطيك الحماية، تعطيك الحصانة، فلا تكن ضعيفا، لا تضعف، لأن الضعف تقاب، ثقوب في الهالة، كل ما نضعف نحن نحدث ثقوب في الهالة، فهمتم؟ إذن الضعف ثقوب في الهالة، تخلي الطاقة السلبية بالخوف توصلنا، نكون هنا هشين وضعفاء، فتقول لك أنت محمي وكل شيء رائع حولك، الحب العظيم التي تشاركه مع الآخرين يرجع لك، ولكن لا تضعف، لا تفقد الإيمان، لا تفقد الإيمان، أراها سبحان الله، هم مع بعض، لا تفقد فقط الإيمان بقوتك والإيمان بالله عز وجل. واو، يا لها من رسائل جميلة جدا جدا ورائعة، ونصل إلى نهاية هذه القراءة، أرجو أن تكون قد نالت إعجابكم وأجابتكم عن أسئلتكم، أعطتكم بعض الإيضاحات والإرشادات في الطريق، أتمنى لكم كل الخير وكل الحب، نلتقي في فيديو آخر، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.